تحية طيبة معنا الأخ الإعلامي الكبير تواجد معنا بروكسل الأخ الصمادي. مرحبا بك الصمادي. أهلا وسهلا أخي أسامة. الصمادي اليوم شاهدت معنا المقابلة المغرب الأسطواني ضد الأهلي التقني الأهلي المصري عفوا. كيفاش كتقيم المقابلة من ناحية التقنية؟ والله من ناحية التقنية سيرخيو لوبيرا مدرب الإسباني الشاب يتغلب على الزاني ديالو والمواطن ديالو الآخر اللي هو خوان كارلوس كاريدو. خوان كارلوس كاريدو مدرب آنذاك ديال فياريال وبيتيس بالونكي وبروج. أكيد أن سيرخيو لوبيرا عرف كيفاش يقاوم الأهلي وعرف كيفاش يلعب وصراحة التغييرات ديالو كانت في محلها لأن الدخول ديال زيد كروش واللاعب هيدالغو عطاو إضافة في الهجوم ديال المغرب التطواني وهاد اللاعبين هما اللي أتوا بالخطأ اللي سجل سينيا جور الهدف. فاحنا مسرورين وهاد الفرحة لا توصف. الجمهور ديال المغرب التطواني هنا بالعاصمة بروكسل بالمعقل مقهى تطوان كان غفير وغفير جدا احتفلنا بالهدف هذا. فالمغرب التطواني عطى درس قوي للكرة المصرية وبالتالي يعني أصبحنا كنمثلوا الكرة المغربية وهذا شرف كبير للكرة التطوانية والشمالية. فأكيد أن المغرب التطواني يستحق الفوز والفوز كان مستحق ونتمنى إن شاء الله يعود بنتيجة إيجابية من القاهرة. الأخ الصمادي تداولت بعض الصحف الإلكترونية قال لك المغرب التطواني الجمهور هو اللي رجح في نهاية المطاف الفوز. جمهور ولا أروع. احنا شفنا ملعب سامية ترمل الجمهور هذا صراحة خصو العلامة الكاملة نشكره كثير كثير جدا على الشجاعة ديالو على الحضور ديالو بالملعب. فالفات كيرجع الجمهور كيرجع المكونة ديال الفريق المكتب المسير بقيادة السيد الحاج عبد الملك كبرون وكذلك الطاقم التقني الشاب بقيادة سيرخيو لوبيرا المدرب طموح يريد الوصول. نعرف هذا المدرب هذا خرج لاعبين كبار منهم تيلو ديال برشا اللي كيلعب بورتو حاليا كوينكا ديال برشا كلهم هادو خرجوا من سيرخيو لوبيرا. أكيد أن هذا المدرب هذا كل الأكل ديالو هذا كل الإضافة للمغرب التطواني وشفنا يعني منذ القدوم ديالو الكرة تغيرت في تطوان واصبح الفريق المغرب التطواني كيلعب كره حديثه وجميله جدا والاعتماد على محسن ياجور المهاجم خطير جدا اللي اصبح هداف الفريق وهداف البطوله الوطنيه المغربيه بامتياز. فاكيد ان سيرخيو لوبيرا ولا المجموعه ديال المغرب التطواني اللي كنحيوها من هنا من قلب العاصمه بروكسل من قلب النابض لاوروبا مقهى تطوان اين يوجد معقل المغرب الرياضي التطواني. تحيه لسيرخيو لوبيرا تحيه للاعبين الكبار على راسهم صاحب صانع الالعاب احمد جحوح اللي قام بمقابله رائعه جدا واللاعبين الكبار منهم نصر ميموني اللي فاجأني كثير والعميد برعون ومرتضى فال ومحمد ديوسبي كل هاد اللاعبين هادو اللي عطاو شحنه كبيره وعطاو قوه للفريق. نتمنى الفريق ديالنا ان شاء الله المغرب التطواني يعود بنتيجه ايجابيه من القاهره ونمشيو لدور المجموعات ونمثلوا الكره المغربيه احسن تمثيل لان اصبحنا كنمثلوا الكره المغربيه وهذا شرف لينا وشرف الشماليين. ونتمنى كذلك التوفيق والنجاح للفرق المغربيه اللي شاركت في دوري ابطال افريقيا على سبيل الرجاء البيضاوي وفاق سكوف الجزائري اللي تعادلت هدفين مثلهما. نتمنى الرجاء يعود بنتيجه ايجابيه من مدينه سطيف ونتمنى حظا سعيدا لفريق الفتح الرياضي الرباطي اللي عاد بتعادل ثمين من قلب القاهره امام الزمالك وحظا سعيدا الكره المغربيه ان شاء الله. الصمادي عندي واحد السؤال وجيه. هدف يتيم المغرب التطواني هل استطاع هذا الهدف انه يرشح المغرب التطواني الفوز بعد او التاهل على حساب الاهلي المصري خاصه مقابله الاياب تكون قويه في هي نتيجه افضل من 0-0 واحد 0 يعني افضل من 0-0 والمغرب التطواني قادر ان يعود من قلب القاهره بالتعادل لان عنده مدافعين كبار على راسهم العميد محمد ابرهون والمدافع الصلب مرتضى فال ثم الجناح المدافع الايسر انس المرابط اللي قام بمقابله رائعه جدا ولعبوا شتى. فاكيد ان لا خوف على المغرب التطواني لان عنده لاعبين كبار
وعندي حارس دولي اسمه محمد اليوسفي، وسط ميدان بقيادة أحمد جحوح وميمون نصيري. فأكيد أن الفرق المغرب التطواني لا خوف عليه، وإن شاء الله غادي نعودوا بنتيجة إيجابية من القاهرة، غادي نمشيو دور المجموعات، غنتسهلوا لما لا نفوزوا بكأس إفريقيا للفرق البطلة، ونمشيو لكأس العالم اللي ضيعنا من يدنا في المغرب. عندي واحد الكلمة بخصوص اتحاد طنجة اللي كان النواب الصعود ديالو القسم الوطني الأول. هادي واحد 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 البوشة أن كتزاف من الجماهير الطنجاوية، حيث أن طنجة تعاقدت مع مجموعة من اللاعبين كما هو ما يروج في الكواليس. كيفاش كتشوف مستقبل اتحاد طنجة، وما هي الانتدابات الواعدة اللي قدر اتحاد طنجة باش تضمن له الاستمرارية ديالو في القسم الوطني الأول؟ والله يعني رسالة قوية من هنا من قلب العاصمة بروكسل، من مقهى طبوان اللي صراحة كنشكر هذه الجمعية الإطوانية اللي احتفلت معنا الصعود ديال اتحاد طنجة القسم الأول. وصراحة كنهنيو الفريق ديالنا فريق اتحاد طنجة الذي أصبح ثاني فريق ربما في الشمال، إضافة إلى شباب الريف الحسيني ما نساوش. لكن كيبقى فريق اتحاد طنجة والمغرب الإطواني دائما الأقرب، دائما الديربي الشمالي الكبير الذي يعود علينا بالخير إن شاء الله. يعني أن الفريق اتحاد طنجة والانتدابات خصهم يقوموا بانتدابات قوية حتى يكون عندنا فريق في المستوى نقدر نقوموا به للفرق الوطنية في القسم الأول. وهنيئا للفريق اتحاد طنجة، ونتمنى أن فريق اتحاد طنجة يقوم بانتدابات قوية ويجيب شي مدرب يعني في المستوى العالي حتى يكون عندنا، لأن صراحة فريق كاين وصعدنا القسم الأول ولكن ما كاينش الفرجة، الجمهور رائع ولا أروع. الجمهور رائع جدا بقيادة الألترا ديال هيركوليس، لكن هناك نقص كبير في المستوى التقني وكذلك اللاعبين. فنتمنوا المكتب المسير ونحيدوا ديك السرعات الداخليه في طنجه حتى يكون عندنا الفريق متماسك وقوي مثل الجاره ديالنا المغرب التطواني اللي فرحونا اليوم. نتمنوا اتحاد طنجه يفرحونا كذلك في البطوله الوطنيه، ولما لا يمشيو للتحقيقات القاريه، لما لا اذا كان عندنا فريق قوي ان شاء الله مسير. كنشكركم كثير لان صراحه انا نوجه لك واحد الكلمه الصمادي، نوجه واحد الكلمه مباشره من جماهير التطوانيه الطنجاويه، خاصه حنا مشرفين على احسن ديربي يكون في كما ما هو معلوم في احسن ديربي في الكره الوطنيه كما كان. كلمه بحق الجماهير ان نبدل العنف والكراهيه وتكون تجعل الرياضه رساله اسمى ورساله حب وسلام، وحنا كنا مغاربه وابناء وطن واحد. كلمة في حق هذه الجهد العنف. والله رسالة قوية لهذه الجماهير هذه الطنجاوية التطوانية. احنا ديما خوت، أنا كنتكلم معاك، أنا كنت ديما حاضر في ملعب مرشان عندما كان فريق نهضة طنجة كيمثل المدينة. يعني كان حبي للفريق المغرب التطواني ونهضة طنجة حب لا يوصف، وكان جماهير رائعة جدا. في نهاية المقابلة كنحتفلوا مع بعضياتنا، هذا كيعرض هذا. ما خصناش تكون الفوضى والهراج وهذيك الشغب اللي كنشوفوه. نتمنوا الجماهير التطوانيه يعني شغوفه ومحبه للنتائج، وكذلك الجمهور ديال طنجه لان قراب الضفه الاخرى اللي هي الضفه الاوروبيه لاسبانيا الجاره، نديو العبره والمتم من الجاره ديال تطوان، ونكون يعني خوت يد في يد. كره القدم هي رياضه واخلاق، ونتمنوا ان الاخلاق تسود في الجماهير ديالنا المغربيه عامه والشماليه خاصه تطوان طنجة. وهذه رسالة قوية للجماهير التطوانية والطنجاوية إن شاء الله، ونكونوا خوت والمنتصر والمنهزم نصفقوا له إن شاء الله. شكرا لك صمادي، وشكرا لهذه الدردشة اللي جرينا مع الصمادي الصحفي والإعلامي اللي عنده واحد الشعبية كبيرة هنا بروكسل، السيد المتواضع الحنون اللي جبرنا فيه مجموعه من المزايا اللي دائما كتشجعنا باش نكونوا قريب ليلو ونتواصلوا معه. شكرا الصمادي والف تحيه. وانا دوري كنشكركم كثير، وكنشكر الجماهير التطوانيه والطنجاويه والمغربيه من قلب العاصمه بروكسل، وكنضربكم الموعد في اللقاءات المقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا.